تليفون مهم جدا جدا من يعني زميلك وكابتنك وكلنا اكيد بنحبه وبنعتز بيه كابتن عبد الله السعيد. يا كابتن عبد الله طبعا برحب بيك ومعلش سهرناك. حبيبي عمر يا حبيبي، ربنا عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، كله تمام يعني. حبيبي انت معاك شخصيه يعني زي العسل، بكار لازم نستناه. يعني كابتن عبد الله، يعني اكيد طبعا وجود رجب زي ما احنا قلنا كده متالق اكيد في وجودك ووجود كل زمايله اللي موجودين، وان شاء الله كده يبقى اضافه لمنتخب مصر ويعمل مسيره طيبه كده يعتز بيها خلال الفتره اللي جايه. لكن كابتن عبد الله عايز اروح لك سريعا في سؤال. يعني اولا ببارك لك على نادي المئة، وصولك ل 104 هدف في الدوري المصري، لكن السؤال اللي انا عايز اقوله لك، لو لا قدر الله الدوري المصري هذا الموسم اتلغى، هتعمل ايه في الاهداف اللي ممكن ما تتحسبش؟ والله مش عارف. مش هتتضايق؟ مش تزعل؟ ما ركز. طب انا بقول لك عشان تركز اهو. في الاخر في الاخر نصيب بس، يعني مش ما ركزتش في حوار زي ده. كل حاجه في الاخر نصيب يعني، سواء بتجيلك بتضيفلك بتكسبها بتخسرها، فكل نصيب. فانا ما يعني اي حاجه بتحصل وانا يعني نصيب في الاخر. مش مركز في ايه اللي يحصل، اهم حاجه بس ان يعني الامور كلها تبقى يعني امان، وتبقى الدنيا بس تعدي على خير. ده اهم حاجه يعني، ده الواحد بيفكر فيه. لكن ما ركزتش بقى في الدنيا تلاقي هيعملوا ايه، هيحصل ايه، ما فكرتش خالص يعني في الموضوع ده. بس واحنا عندنا كمان بطوله مهمه، بطوله افريقيا في شهر 5، ودي بطولة مهمة إن شاء الله عندنا قبل النهائي. إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه ويبقى عندنا في النهائي، ربنا يكرمنا في بطولة زي دي، هتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا كلاعيبة وبالنسبة للنادي يعني. كابتن عبد الله، إعلاميا وصولك لنادي المئة، هل شايف إن تناول موضوع عبد الله السعيد ووصوله للهدف رقم 100 في مسيرته إعلاميا فارق عن وجوده في الأهلي، عن وجوده في بيراميدز، وهل أنت زعلان من كده؟ لا خالص والله، انا ما بركزش يعني في الحاجات دي. انا يعني اي حاجه بضيفها ليا يعني بالنسبه لي انا ببقى يعني مبسوط ان انا حققتها. اي حاجه موجوده كده موجوده في تاريخي، موجوده في الفتره اللي انا بلعبها في الكوره، ان انا احقق حاجه وتبقى ليا، فدي تبقى يعني انا ببقى سعيد بيها. وانا بشوف ان الناس بتتكلم يعني بشكل كويس، يعني انا راضي عن يعني عامة الناس بتطلع تتكلم عليا بشكل كويس، بتطلع بشوف يعني الناس بتطلع تتكلم عليا بشكل كويس، تديني حقي في الأوقات اللي بيحصل يعني فيها أرقام أو نتائج أو كده، ما حدش يعني بيخبي ده. فما بشوفش إن حد إعلاميا أو حد بيطلع يتكلم عليا بشكل كويس يعني، مش بحس إن حد مقصر معايا. وزي ما بقول لك يعني بعمل حاجة يعني أنا ببقى مبسوط بيها، دي أهم حاجة. وبشوف الناس ما يعني الناس بتطلع تتكلم على إعلاميا، ما حدش بيأثر يعني. طيب طموحك الدولي مستمر لحد كأس العالم اللي جاي 2022 إن شاء الله؟ والله بص، ما أقدرش أقول لك يعني، ما أقدرش أقول لك يعني، أنا ما أعرفش بكرة في إيه. ما اقدرش احدد حاجه يعني، في الكوره ما اقدرش احدد حاجه. هيعدي اول ان شاء الله. اللي انا اقدر اقوله ان انا ان شاء الله. يا كابتن عبد الله، رجب بيقول لي هيكمل وموجود اهو ان شاء الله. عايز اقول لك بس على حاجه في وجوده، يعني طبعا انا بشكره كابتن عبد الله. يعني عايز اقول لك في النادي يعني بالنسبه لنا احنا كلعيبه يعني بالنسبه لنا احنا حتى في اوضه اللبس جوه يعني حاجه يعني اسطوره يعني، مش كلام والله يعني. بقى على المستوى الشخصي كمان انا بحبه جدا، وهو لعيب كبير. هاجي اقول لك بقى في حكايه ان هو مثلا موضوع السن، وان عبد الله مثلا هيكمل او مش عبد الله من اكتر الناس في وسطينا احنا كاعمار، احنا كلنا صغيرين، من اكتر الناس اللي بيتمرن تحس ان هو يعني عنده ما شاء الله اصغر مننا بكتير. هو اللي بيشد الفرقه حتى في الماتشات على انتم متابعين، هو اللي يعني هو فعلا قائد، وهيفرق في موضوع المنتخب ان شاء الله. هو اللي يوصلهم كمان باذن الله ان شاء الله لكاس العالم يعني ان شاء الله يعني. كابتن عبد الله، يمكن اللاعب اللي في مصر اللي ملوش بديل بشهاده كل المدربين، كابتن عبد الله بقى نفسه شايف مين بديله؟ والله بص، انا مش يعني مش ببص الامور كده يعني، انا مش ببص الامور ان يعني بديل يعني، ما فيش حاجه اسمها بديل. هو يعني في حاجة اسمها انت يعني ممكن كل مدرب بيلعب خطة معينة، ممكن يعني خطة يبقى فيها 10، ممكن خطة يبقاش مدرب بيلعب ب10.
الامور دلوقتي فيها تكتيكيا، الامور المدربين بقى فيها يعني حريه في التغيير كتير، فهي لا يعني بديل او مش بديل. وبعدين هي بديل عمرها ما هتيجي، يعني عمرها ما بتيجي كده فاهم. هي طبيعي ان في جيل طالع ولازم ياخد ماتشات ولازم ياخد ولازم هياخد ثقه وخبره لغايه لما هتلاقي حد فاهم بيشيل بعد كده. هي الفكره ان الجيل اللي طالع لسه قدام الناس مش شايفه ان هو شايل، فده طبيعي. هو جيل لسه بيطلع فمحتاج ياخد خبرات وماتشات وضغط، وبعد كده هو هتلاقيه بيشيل بعد كده، هو اللي شايل فده طبيعي. بس فهو الفكره ان الوقت ده لسه في جيل طالع، في لعيبه كتير كويسه محتاجه ماتشات كتير، تلعب في المنتخب، تشيل مسؤوليه، ضغط مع ضغط ماتشات مع ضغط البطولات تخش فيها. هتلاقيها الفتره الجايه يعني في لعيبه كتير كويسه هتلاقيها هي بتشيل يعني. طب الكابتن عبد الله ما عندوش كده يعني شايف حد قريب من لعبه او من طريقه لعبه تشجع كده اللعيبه اللي موجوده بيها دلوقتي يا كابتن عبد الله؟ والله لا، في لعيبه كتير انا يعني بشوفها بتلعب في مكاني صغير طبعا، يعني في كان قفشه معانا ودلوقتي بيلعب بيقدم مستوى كويسه، بيلعب في المكان ده بشكل كويس. في احمد حمدي كابتن من عليه، في احمد حمدي مش بيساعدك اهو برضه في الجونه، لا لعيب كويس. في لعيبه كويسه بس زي ما بقول لك هي مش يعني الو معاك كابتن عبد الله اتفضل. بس مفيش حد عبد الله، بس ان هي سمعت ده يا كابتن عبد الله؟ ايه يا حبيبي سامعني؟ قال لك رجب قال لك في لعيبه كويسه كتير لكن مفيش حد فيهم عبد الله. لا حبيبي ده بيحبك قوي، ده بيحبك قوي قوي. والله الحمد لله انا بينا وبين بعض اللعيبه يعني الحمد لله في حب وفي يعني احترام ما بيننا، واللعيبه يعني الحمد لله بشوف يعني بتقدرني وفي حب ما بيننا ودي حاجه مهمه يعني، دي اهم حاجه يعني. ما اهم حاجه ثانيه ان يبقى في ما بين اللعيبه وما بين بعض حب، وهم اللعيبه دايما يعني بشوفهم يعني دايما في حب بالنسبه لهم، حاجه بقولها يعني اللعيبه بتبقى عارف انت بتتقبل يعني بتقبل مني. فده من الحب اللي ما بيننا يعني. طيب. بس واحنا عندنا فريق فعلا كويس، ان شاء الله نقدر نحقق بطوله افريقيا دي السنه دي ان شاء الله، وتبقى حاجه كويسه وان شاء الله خطوه للسنين الجايه باذن الله. كابتن عبد الله بعد السنتين اللي ان شاء الله جددهم في عقده وبعد ما ينتهي عقده، حابب انك تكمل في بيراميدز او تعتزل في بيراميدز، ولا بتبص لمرحله ثانيه ممكن تختم فيها حياتك بشكل عام؟ والله بص، هو اللي قدامي دلوقتي اللي انا شايفه ان انا مع بيراميدز موجود، وان انا خلاص يعني جددت 3 سنين. فاللي قدامي دلوقتي ان انا يعني مكمل مسيرتي مع بيراميدز، وان انا ابقى موجود يعني هيبقى اخر عادي. بس لكن ما اجي بقول لك بكره ما تعرفش يعني ظروف الكوره الدنيا بتتغير في ثانيه زي ما انت شايفه، وظرف جالنا ما تعرفش ممكن يحصل ايه. فهي الدنيا بتتغير والظروف بتتغير، مش شرط اللي انت تبقى شايفه قدامك دلوقتي هو اللي هيمشي قدامك فاهم. فالفكره ان انت بتحاول تركز في اللي قدامك، وبكره لو الظروف بتحاول برضه تبقى ايه تكمل يعني على اي ظروف. لكن هو اللي قدامي دلوقتي انا موجود في بيراميدز، حابب التجربه، والناس بتدعم بشكل كويس، والناس مهتمه بشكل كويس، عايز تعمل حاجه وبوصل خطه لقدام كويسه. حابب ان انا ابقى موجود يعني في المنظومه دي بشكل كويس، اتمنى ان هي تكمل بشكل كويس ابقى مكمل معاها. كابتن عبد الله السعيد رابط وجوده بالملعب على حسب مستواه على حسب مجهوده وقادر ان هو يكمل، ولا حاطط في دماغك عند سن معين؟ ما انا بقول له عشان ااكد، ولا باصص لسن معين هتيجي عنده وخلاص تبطل كره القدم؟ علشان عارف انك يعني مرتبط جدا بعيلتك وبولادك، فانا عارف العلاقه دي، فعشان كده بسالك بتفكر ازاي؟ لا والله يعني انا في مجال الكوره يعني انا ممكن اكون حابب التدريب شويه بعد الكوره ممكن. طب هتقعد يعني ان شاء الله لحد كده 40 سنه نشوف عبد الله السعيد موجود في الملاعب؟ لا ما اقدرش والله، بص زي ما بقول لك ما اقدرش في الكوره تحدد الوقت معين انا هلعب لكذا، ف
فعلا يعني الواحد كان بيقول، الواحد قبل كده كان يتكلم يقول مثلا يجي الوقت كام سنة ويبقى، ما تقدرش تحدد بصراحة، ما تقدرش تقول أنا هلعب لكذا وخلاص، هي الظروف والأجواء وحاجات كتير هي اللي يعني بتوجهك يعني لإمتى، ما كلها نصيب ظروفك، لكن أنا هلعب لحد ما أقدر إن أنا أبقى قادر إن أنا بلعب وأبقى يعني طول ما أنا قادر وحاسس إن أنا بأدي وموجود هبقى موجود وبلعب لغاية لما أحس إن أنا مش قادر خلاص هيبقى خلاص بس. طيب دلوقتي رجب بكار يا كابتن، لو انا سالتك وقلت لك كده فنيا بعيدا عن كابتن فريق بيراميدز وبعيدا عن عبد الله سعيد النجم، تفضل رجب الاهلي ولا الزمالك في حاله ان هم تفاوضوا معاه وان بيراميدز سمح له بالرحيل، تفضلوا الاهلي ولا الزمالك؟ لا افضله بيراميدز. بيراميدز مش هتفرط فيه خلاص؟ لا لا انا رجب بكار من لعيبه كبيره في الملعب، لعيبه اللي عندها خبره، اللعيبه اللي بتشيل يعني من السنه اللي فاتت، هو لعيب تقيل في مكانه وفي الماتشات الكبيره بيبان لا ومن اللعيبه يعني بجد لما جيت يعني تحس بيهم في الملعب ان هو لا في واحد مكانه شايل يعني تقيل راجل مش محتاج حد يشيله يعني. طب لو سالتك السؤال بالعكس يا كابتن عبد الله، طريقه لعب مين تمشي مع عبد الله مع رجب، الاهلي ولا الزمالك؟ لا بص اللعيب الكويس بيلعب في اي مكان، ما هو ممكن واحد كويس بيلعب في اي مكان وستايله يمشي مع نادي. لا 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 ما بشوفش يعني، هو خلاص قال لك هو ان شاء الله هو الكابتن عبد الله موجود معانا بعد اذنك يا كابتن. هو الكابتن خلاص موجود معانا، موجود معاك بيراميدز خلاص. خلاص انا موجود في بيراميدز. طب خلاص انا يا كابتن عبد الله انا خلاص ماشي، انا هستثنيك من السؤال ده واسالك طيب عن الاولمبيات، هل الكابتن شوقي غريب اتكلم معاك وعرض عليك انك ممكن تشارك في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله؟ لا والله انا ما فيش حد، ما فيش تواصل مع اي حد في الكلام ده خالص، ما حصلش بيني تواصل بيني وبين اي حد خالص في مواضيع الاولمبياد، لكن نتمنى بس ان هي تتلعب. ان شاء الله تتلعب في كل حاجه، وكل حاجه تتلعب عشان انت عارف ان انت حلمك تحقق الكونفدراليه مع بيراميدز، ما هي لو ما اتلعبتش ممكن بشكل كبير اصلا بقيه البطولات يا كابتن عبد الله يعني تتاجل، لكن ان شاء الله الامور كلها هتبقى تمام. كابتن عبد الله معانا على التليفون ولا الخط قطع معانا؟ طيب طيب الكونفدراليه شايفها ازاي؟ شايف المباراه؟ شايف مشواركوا؟ بتفكر ازاي في مباراه قبل النهائي؟ وشايف طريقك ازاي للمباراه النهائيه؟ لا طبعا احنا لسه عندنا وقت كده لغايه المباراه قبل النهائي، فمحتاجين ان احنا نستعد طبعا، احنا يعني هيبقى ده مجهود الموسم كله. يعني مش هيبقى عندنا حاجة ندخل بيها ونستنى حاجة تعطلنا، يعني أكيد كل اللعيبة هتبقى حابة إن هي تبقى بطولة زي دي موجودة تضيف لكل لعيب وللنادي، فدي حاجة كبيرة طبعا، فأكيد كلنا هنبقى يعني كلنا هنتكاتف وهنبقى مركزين إن احنا نعمل أقصى ما عندنا إن احنا نحقق البطولة دي بإذن الله، وإن شاء الله يبقى التوفيق معانا بإذن الله وربنا يبارك فينا بيها. كابتن عبد الله في يعني من فترة كده كان في كلام إن هو يروح نادي الزمالك من بيراميدز، الكلام فعلا حد اتكلم مع كابتن عبد الله؟ كابتن عبد الله كان بيفكر إن هو يروح نادي الزمالك ولا كابتن عبد الله دايما بيفكر في الاستقرار؟ بقول لك وقت الانتقالات وكده في كلام طبعا كتير، بس انا كل اللي بفكره فيه ان انا ابقى يعني اكون في المكان بتاعي اللي انا موجود فيه خلاص، الناس انا مستريح فيه ومستريح مع الناس الموجوده والناس بتقدرني بشكل كويس فخلاص، والتجربه انا يعني انبسطت في الفتره اللي انا كنت موجود فيها وشايف ان انا مبسوط فخلاص، الناس يعني موفرين كل حاجه والناس عايزين اخد السكين بيك فخلاص، يعني فضلت ان انا اكمل المشوار مع فريق بيراميدز. طيب شايف النادي الاهلي لو اخدتك لملف الاربعه الكبار في النادي الاهلي، فتحي عاشور وليد سليمان شريف اكرامي، شايف ان يعني النادي الاهلي يجدد لهم عشان يستفيد من خبراتهم، وكمان لو ما تمش التجديد ليهم هل شايف ان هم لو انتقلوا لاي انديه تانية موجوده سواء مثلا منافسه او انديه تانية شايف ان هيكون امر عادي بالنسبه لهم وبالنسبه لجمهور الاهلي يا كابتن عبد الله؟
انا معرفش، انا يعني ما اقدرش اتكلم عن يعني انا بقى انا اتكلم عن نفسي، لكن ما اعرفش يعني هم ظروفهم ايه. تمام، بس هم لعيبه طبعا كبيره ومش محتاج يعني اتكلم عنهم. لو بيراميدز كلمهم يا كابتن، لو بيراميدز كلمهم، شايف ان هم يكونوا اضافه لبيراميدز لو حد منهم بيراميدز قدر يخطفوا كده في الفتره الحاليه ده كابتن عبد الله؟ ما بقول لك انا قلت لك هم لعيبه كبيره مش محتاج حد يتكلم عنهم. دي لعيبه كبيره واكيد اضافه لاي حد. اتمنى لهم التوفيق ليهم في اي حاجه يعني يختاروها، ودي هتبقى يعني اكيد لو هيبقى في مسؤولين في بيراميدز هيبقوا متاحين ان هم يبقوا موجودين. تمام، فاكيد دول اي حد هيبقى موجود دول لعيبه كبيره ودول اضافه. اتمنى لهم التوفيق في الاخر يعني. طيب كابتن عبد الله، يمكن انا واضح ان سهرتك جامد جدا وخلاص انت بتنام مني على الهوا. لا يعني بجد بشكرك جدا على المداخله، وعايزك تكمل حلقه معانا عشان رجب انا هطلع منه حاجات حلوه قوي هتتفاجئ بيها على الهوا. حبيبي يا كابتن انا بشكرك. لا كابتن انا معاكم وانا عارف ان انت انا عارف ان انت بتنام بدري. عارف ان انت بتنام خلاص بدري خلاص احنا فاضيين فاضيين شويه. طب يا كابتن عبد الله الكورونا بتتعامل معاها ازاي؟ يعني في ظل ان احنا موجودين ده دلوقتي ده اول ما بيدخل اوضه اللبس يروح مفتح الشبابيك ومحدش يقعد جنبه. وعايز اقول لك الحاجه يعني بص ويا جماعه هو يعني التدريب محدش يسلم على حد. كابتن عبد الله انف، انا عارف ان هو كده ليه عادات كده معينه يحب كده عادات ومحدش يسلم على حد في الاوضه. قال محدش يسلم على حد بامر من الكابتن عبد الله. قال لك محدش يسلم على حد خلاص. يا كابتن عبد الله احنا شهر 7 مع بعض فاحنا عارفين طباع بعض كويس. ها انا وكابتن عبد الله شهر 7 فعارفين طباع بعض كويس او انفين شويه كده. حبيبي يا كابتن عبد الله بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. كابتن عبد الله السعيد كابتن نادي بيراميدز ونجم الاهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.